طيب مرحبا بك يا استاذ عمر، مرحبا اخبارك؟ بك يا استاذ خليل، مرحبا بك يا استاذ عبد الرحمن، الله مرحبا يسعدك ان بكم. شاء الله. الله يحييك، كيف اخباركم؟ الحمد لله، نحن سعيدين والله بوجودك وسعيدين بيوم 9 الحجة، وبكرة العاشر من ذي الحجة، اكيد افضل يوم طلعت عليه الشمس، وده بيقودنا طوالي للفرح. نحن زمان لما يكون العيد طوال مرتبط عندنا بملابس العيد، حاجات العيد، انت العيدية آية العيدية والمشاوير، لكن طبعا الآن تحولت المسألة، بقت مما نحن كنا بنستقبل الحاجات دي غايته بالنسبة لي أنا، الآن بقت مفترض أنا بتطلع انت أوفرها، يعني أنا أوفرها. عبد الرحمن ده لسه إنه لا لا هي لا طبعا دين على الله سبحانه وتعالى علينا احنا، يعني الله يحييك. انا سعيد انه برضو في يوم عرفة، وده يوم انعم الله فيه وعلينا بنعمة كبيرة، وممكن احنا نقول هو تجسيد لوحدانية الله المتمثلة في الامتياز البشري ذاته، يعني في انه الانسان يتنازل عن قمة ما يحب ويؤثر الحياة دي لله سبحانه وتعالى. ابنه سبحان الله، ايوه دي اغلى حاجة، ما في اغلى من الابن. فاحنا ممكن نتنازل، احنا بنمارس التنازل كمسلمين الليلة غض البصر، هو جزء من التضحية. أنا في حاجة هي بترضيني، أنا بحس بسعادة لو أنا لقيت فيها لو أجبتها، لكن بتنازل عنا عن مرضاة الله سبحانه وتعالى. فإحنا في كل يوم بنتنازل عن حاجات مرضاة لله سبحانه وتعالى، لكن يجي اليوم الأضحية دي هي قمة التنازل البشري وقمة إظهار الحب، يعني حب الله سبحانه وتعالى يختلف من حبنا احنا فيما بيناتنا، اصهاره يعني. احنا فيما بيناتنا بالمشاعر، لكن الله سبحانه وتعالى هو نعم ادانا ليها، وكيف نقدر احنا نتنازل عنها، او احنا نقدر نوهب النعم دي برضه لناس ثانيين يشاركونا فيها، فهي دي قمه طيب استاذ عمر خضر موسى، بدايه احنا في قمه السعاده كون تكون معنا داخل فقره الله يخليك يا رب، مزيدة كتير من الحب. هنتناول عن الفرحه الحقيقيه للعيد، لكن قبل ما نشوف الفرحه الحقيقيه للعيد كجمله كامله، ناخذ الكلمه الاولى، ما هي الفرح او ما هو الفرح؟ الفرح هو انفعال او تعبير عن اشباع لرغبه بنحتاجها احنا، يعني في فرق بينه وبين الحوجه، يعني الليله اكون محتاج اكل مثلا، كنت جعان مثلا فقمت اكلت اكل بكون مرتاح منبسط، بس ما في فرحه. لكن اذا كان لبيت رغبه انه والله يا اخي اكلت لي اكله ظريفه فاخره، فبكون مبسوط اكثر. اول انا طالع مشوار مثلا، خدت انه حطلع مشواري ده انا بالمواصلات، لقيت جار، لقيت زميل، شان لي بعربته الخاصه والعربيه المكيفه والجو رايق، اكيد كده حاشور بفرح. فالفرح هو واحد من الانفعالات والتعابير اللي بيشتركوا بها العالم، يعني الفرح ما دار ترجمه، ممكن انا في اي مكان اعرف انه الشخص ده فرحان مبسوط كده، زيه زي الغضب الحزن وكده. والفرح بيمتاز بشنو؟ يمتاز انه هو زي الشبكه، يعني الفرح ما يكفي انه انا اكون فرحان براي، لا انا لما اكون فرحان دايرك انت تشاركني، داير خليني اشارك، داير كل الناس، حاجه تلقائيه، حاجه هي دايره تتنشر، يعني ما بقدر انا اثبتها داخلي. دي ميزه الفرح عكس الحزن، الواحد يكون حزنان بيمشي يتدسى بيمشي ينطوي، لكن لما تكون فرحان لا يا جماعه انا والله فرحان، داير الناس كلها شنو تشاركك في الفرحه دي وتنشر الحياه دي واحده من الحياة المميزة للفرح. طيب هل هذا الفرح يمكن أن يكون مساعد في زيادة الحب في الأسرة؟ أكيد أكيد طبعا، هو الفرح يعني سبحان الله، أنا أكون فرحان في حاجات تانية بتظهر، بقدر أكون مسامح، بقدر أكون مسامح، بقدر أعطي، أقدر أطلع، مش كده؟ فالرسول صلى الله عليه وسلم قال تحادوا تحابوا، انا لما اكون فرحان بقدر انا اطلع هديه، الهديه ممكن تكون بسمه، الهديه ممكن تكون كلمه جميله، ممكن بعد ذلك ممكن تكون حاجه ماديه، فدي بتربط الاسره وبتزيد من عمق العلاقات بين الناس في الاسره ان شاء الله. كلامك جميل يا استاذ عمر. الله يخليك. طيب تغيير الروتين وادخال البهجه في نفوس الابناء او البنات او الزوجه او الوالدين في المنزل، في المنزل طبعا اكيد طبعا، دي 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 واحده من الحاجات المهمه والضروريه اللي احنا نحتاج ليها، محتاج ليها لكن ما قاعدين نعمل بيها، ما قاعدين نعمل بيها. ليه؟ دي قبليها خلينا نعمل مداخله بسيطه، بتذكر انا
او كده اتزوجت عندنا صديقنا دكتور العميري قال لي يا عمر خلي حياتك كلها تكون شهر عسل، يعني ما تخلي شهر العسل ده بس الشهر بس لا خلي حياتك. فكنت قاعد افكر يا اخي انا اخلي حياتي دي كلها تبقى شهر عسل، كيف الكلام ده؟ ما صعب ما بيبقى. فبيبقى احنا لما نغير الروتين، انه والله يا اخي لا تغير الروتين، انا لما اجي خاش البيت بجي خاش البيت شايل حياتي، ممكن اتصفق للناس اجمعهم الليله. والله ده احكي لكم نقطه الليله حصل لي موقف، ده تغيير للروتين. يعني انا لازم وانا جاي خاش البيت ابدا افكر انه الناس دي الليله حابهجهم كيف، حافرحهم كيف، عشان لما انا اصل اقدر اطلع الحياه دي من جواي. لكن لو انا جيت بس صوره روتينيه زي ما بنجي تجي تفتح الباب السلام عليكم جراحه المفتاح ومشيت غيرت ما شفت الحاصل شنو، لا لازم انت قبل ما تكون بنفس ايوه بتكرر نفس الحياه قبل ما تصل البيت انت فكر انه الليله النازل حاسعدهم بشنو، حافرحهم بشنو، حضحكهم بشنو. في حاجات بعض مرات ممكن تكون حاجات بسيطه احنا نجيبها للوالدين، احنا بنقول هسه الوالدين يا اخي ما بياكلوا الحلاوه فات الحياه دي خلاص كبروا، لا 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 بالعكس هو ده تعبير عن الاهتمام. ايوه هم ما هو الجانب بتاع الاهتمام، ما هو الناس لما يكبروا في السن الناس كانوا هم في قمه العطاء، لكن بعد شويه الحياه بقت ترجعهم لورا لانه دورهم اكتمل، فبقى دورنا احنا وهم رجعوا عشان احنا نمارس دورنا، واحنا بنمارس دورنا ده مرات بننساهم، لكن لما احنا نهتم بهم ونجيب لهم الحاجات البسيطه دي بتساعدهم. برضه نفس الفكره للاطفال، لان لو جيت وحكيت لهم حاجات بسيطه او سالتهم واحد احكي لي قصه، واحد احكي لي نقطه، في مواقف هم مروا بها، في مشاعر عندهم افكار ثانيه يعبروا عنها لكن ما في طريقه. فلازم وانا راجع البيت افكر تفكير دقيق انه والله اخي الليله انا حفرح الناس دي كيف، حبسطهم كيف، ونبدا بدايات زي دي ان شاء الله، هي بسيطه ما بتكلفنا كثير. انت عارف استاذ عمر كلامك ده ذكرني حاجه عجيبه جدا جدا عبد الرحمن. واحد من ضيوفنا في انفاس الورد يعني وفي مزيد من الحب تقريبا برضه ذكر انه اي اب وهو داخل من 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 الشغل للبيت اولاده ما تشعبطوا له في رجليه مش راجع حساباته. صح اكيد حقيقه دي، دي حقيقه وده تعبير عن فرح، فرح بقدومك عكس ال خلاص الساعة 4 ساعة 5 زمن وياه. نعم مقاسي بيجي يقول لك. وبرضه انا لما نعود الاطفال على كده هيكونوا متشوقين منتظرين انا اجي مش كده، لكن لو جيت والسلام عليكم وما اشتغلت بس جيت حيرد السلام وحيمشوا. لكن انت بتمارس بتغير في كل مره في الروتين حيكونوا منتظرين لك، حيكون في شوق، الشوق ده هيصحر فيهم بعد شويه حيعادوك بالحياه دي. نفس الفكره انه بيبتسم، ابتسمت لك انت تلغي الحياه بعدين الابتسامه، هي نفس الفكره. والله شوف الحكايه دي يا 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 خليل يا استاذ عمر يعني التربيه من احنا صغار صحيح، يعني الحكايه دي يمكن اقول لك يعني بعرف اسره الحكايه دي اول الاب كان بيعمل شنو، اما يجي من الدوام يكون شايل معاه كميه بتاعت حلويات في جيبه اول ما يجي، طبعا المره تكون قاعده بعيد شنو، اول ما يفتح الباب بينزل تحت يعني بيكون قاعد على على ركبته ركبته يا سلام، بيجوا عليه الشفع كلهم يسلم عليه بابا جاء بابا جاء بابا جاء، يسلم ويتونس ويضحك كده مبسوط هو هم بيسلم عليه عشان يعني انه هو من الصباح ما كان فيه وانه جايب لهم معاه الحلاوه. طيب كل يوم بالطريقه دي كان مرات بيجي البيت لحد ما يفتح الباب ويشوفهم جايين عليه في الباب لانه نسى الحلاوه بتاعه دي، مش الحلاوه ويجي عشان هم ما دا يخذلهم. لما مع المر الايام كبروا 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 الحكايه بقت خلاص يعني اتعودوا التربيه. ايوه صح. هل تعلم هم الان كبار في الثانويات في الجامعات ابوهم لما يفتح الباب بينزل زي ما كانوا كان قاعدين زمان. يا سلام يا سلام، هي دي قمه المشاركه وقمه الفرح، وبنتمنى انه الله سبحانه وتعالى انه يرزقنا له ويرزق كل الناس اكيد ان شاء الله. طيب العيد، وانا داير استاذ عمر الان بخبرتك وتخصصك في مجال التنميه البشريه نتكلم عن مهارات معينه اننا نصنع بها الفرح رغما على الصعاب رغما على الظروف الاقتصاديه اللي ربما تكون ضاغطه على كثير من الناس، كيف نقدر نجعل من هذا العيد اللي هو منحه ربانيه مساحه للفرح؟ طيب واحده من الحاجات المهمه واحنا بنمارس حياتنا العاديه وفي دخول العيد لازم احنا نفكر كيف ننقي ذاتنا، كيف احنا نقدر نعيش في صفاء. احنا لما ننقي ذاتنا ونعيش في صفاء حنقدر نتعامل مع الناس بصفاء وبنقاء وبتسامح، دي واحده من الحاجات المهمه.
لكن لو انا ما تخلصت من الحياه في داخلي ولسه في حبه عقد، معناتها انا حتعامل مع الناس لسه بايه؟ العقد الداخليه انا. فلازم انا اتعلم انه اقدر ابدا انقل الحياه دي. طيب واحده من الحياة البسيطه، احنا في حياتنا في كميه بتاعت انجازات مرنا بها، كميه بتاعت احلام اتحققت في حياتنا، عشنا اجواء جميله، اجواء سعيده، عشنا الحياه دي. ففي اللحظات اللي احنا مثلا ممكن نكون حاسين بكدر او حاسين باننا في جو سلبي، خلونا نبدا نرجع لورا ونتذكر المواقف الجميله، الاحلام اللي احنا حققناها والانجازات بتاعتنا. فتلقائيا احنا هنا بنكون غيرنا افكارنا، تلقائيا الافكار اتغيرت، الشعور بتاعنا حيتغير، بالتالي سلوكنا حيكون سلوك جميل وفوق فرح، بالتالي الناس حتبدا تتعامل معنا بنفس النسق. فكل ما غيرنا في الافكار مشاعرنا حتتغير للاحسن وحنرجع لجانب السلوك. لكن لو انا بنسى انجازاتي وبنسى كل الحاجات الجميله اللي انا حققتها، او المشاركات اللي انا عملتها، او الخدمات اللي قدمتها للناس، او الحاجات الناس اسعدوني بها، حكون بشوف انه انا ما عندي حاجه في الحياه دي اديها او حاجه اطلعها. لكن كل ما رجعت لانجازاتك، رجعت لحاجاتك اللي حققتها، كل ما غيرت في تفكيرك حسيت بحاله ايجابيه، شعورك بقى جميل، بالتالي سلوكك اللي حيطلع منك حيطلع سلوك جميل ومفرح بالنسبه لنا. كلام جميل. استاذ عمر، العيد يوم الفرح الكبير، وهو يوم بكره ان شاء الله تعالى باذن الله سبحانه بعد ما الناس تصلي اكيد وتتلمى وتتلاقى وتعيش البهجه والفرح الشديد، اللي هو يعني فرح بتاع كم شهر يا خليل؟ شهرين ونص او ثلاثة شهور الا يلا بعدها تبقى في فرح ما طبيعي. وطبعا دائما العيد بيجي بعد موسم عباده، يعني شهر رمضان بعده عيد الفطر، وبعد الان صيام يوم عرفه والحج، وبعده طوال العيد. معالم الفرحه في هذا العيد هي طبعا واحد من الحاجات، يعني انت في تعبيرك ده انه العيد هو عباره عن مكافاه كبيره بالنسبه لنا من الله سبحانه وتعالى. طيب معالم العيد زي ما قلت بتبدا من الصلاه، الامام سلم الخطبه المفضل، تلقى الناس المصلين يسلموا لبعض وبيعانقوا بعض وبابتسامه كبيره، في ناس بتكون انت سنه ما لقيتهم كانوا مسافرين لكن حضروا في صلاه العيد. ايوه حضروا صلاه العيد. فبتبدا لي مظاهر العيد بالنسبه لنا من اوقات الصلاه، واحنا راجعين للبيت ما بنلقى فرصه نصل البيت. ليه؟ لانه بنلقى الجيران وبتسالهم ارحكم نمشي لناس فلان خشيت الزياره البيت ده، طلع لكم العيديه. فبتبدا هي المناطق الشعبيه عادة، والله انا ساكن جبرة وانا طبيعة شعبية. لا، في المناطق الناس فيها بسيطة متواضعة جدا. يعني في بعض المناطق الان، يعني انا شاهدت يمكن كذا موقف في صلاة او في بعض الاحياء، يصلوا انتهينا من الصلاة سلمنا على بعض، طبعا بنفس انه نسلم على بعض في الوقت ده، عشان شنو؟ عشان انا ما امشي الا في البيت وامشي واتعب وكلام زي ده، خلاص انتهى الموضوع في المسجد كده. السلام عليكم. طيب خلونا احنا، طيب العيد ده يبقى فرصة بالنسبة لنا احنا في الاحياء الشعبية وغير الشعبية، خلونا نبدأ تغيير. احنا قبل في بداية كلامنا قلنا الفرح هو طاقة بتنتشر او حاجة زي الشبكة كده بتعم الناس. طيب ما خلونا احنا العيد ده من بكرة ان شاء الله تبقى لنا خطوة لتغيير مجرى حياتنا. هل يا استاذ عمر يتعارض التنمية، تتعارض الوضع الاقتصادي الافضل مع القيم الايجابية؟ هي ما تتعارض، لكن بيبقى احنا في حاجة مهمة لازم نخطها في بالنا. واحنا بنقوم واحنا صغار بنكبر بتبقى، هل الاولوية لاشباع حاجاتنا ولا الاولوية للقيم؟ تبقى هنا. احنا بنلقى انه لو جينا في جانب الاداره بنلقى انه في حرم ماسلو بيبدا لك بالاحتياجات الاساسيه للانسان، الانسان حقق احتياجاته الاساسيه بعد ذاك بيمشي ليسلم بعده ولحد ما نصل لتحقيق الذات بعد ذاك بتبقى لنا. لكن لو احنا من صغار اتعلمنا انه والله يا اخي القيم دي هي في كل زمن وفي كل مكان هي لازم تكون موجوده معانا ونحيا بها وهي اللي بتدعمنا في حياتنا، هتبقى هي جاهزه معانا ما بتتعرض. لكن لما نلقى انه والله الاولويه لاشباع حاجاتنا او الجانب المادي، معناتها احنا حنخلي القيم الخطوه الثانيه. فعشان كده احنا القيم هي لازم تمشي بطريقه متوازيه في حياتنا. ممتاز. طيب استاذ عمر، ما هي الفرحه الحقيقيه اللي المفروض يحس بها الانسان ويستمتع بتفاصيله؟ طيب احنا الفرحة الحقيقية بالنسبة لكل الناس، لكل البشر سواء كان المسلم غير المسلم، لكل الناس بشتى انواعه، هي الحاجة اللي بتنبع من جوا.
الحاجه ما مشروطه احساس داخلي صادق، ايوه ما مشروط، ما يعني ما يعني بيجي بدون سابق انذار بدون اي جرس. حتى لو انا امتحنت ومنتظر النتيجه بتاعت الامتحان، اللحظه اللي تدوني تقول لي النتيجه انه انا نجحت، الفرح والسعاده بحسه بيكون غريب جدا جدا. نفس الفكره وانا صايم منتظر لحظه الفطور تجي، وانا افطر الاحساس بالرغم انه انا منتظر احساسي ومنتظر الحاجه دي، لكن الاحساس بها بيكون طاقي وجاي من جوا، دي الفرحه الحقيقيه. وللصائم فرحتان، النبي عليه الصلاه والسلام وللصائم فرحتان ايوه الفطر وليه صيام. برضه نفس الفكره، الفرح بالنسبه للاطفال هو بالنسبه ليه الناس الكبار، لكن تبقى الفرحه الحقيقيه هي الفرحه اللي احنا بنقدر نتبادلها بيننا وبين الاخرين، بنقدر نشرك الناس الاخرين في فرحنا. طيب الفرحه الحقيقيه ان احنا ممكن نقول عنها انه لما العباده اللي هو ذبح الخروف ان شاء الله تعالى يوم بكره ان شاء الله، ما عشان الناس تعرف انه نحن يعني ذبحنا خروف الان والدم مرشوش، واحد من الناس كان يا لقيته في الشارع ماشي سبحان الله ماشي على الدكان، لقيته قال لي يا اخي، قال الولد الصغير قال يابا يا ابوي ان ندفن الدم ده، قال لي لا لا خليه عشان الناس فلان ده يشوفوه ذبحنا خروف. يا اخي معقوله بس يا حاج؟ فيعني الفرح الحقيقي انه نحن نؤدي العباده كما يعني ارادها الله سبحانه وتعالى، انه تقربا له ما عشان الناس، حتى لو نحن ما عندنا فربنا اعلم بما بنيتنا، انه نحن كان عندنا النيه. فالواحد يعني انا سمعت كان الشيخ احمد قال انه ما الواحد يستدين عشان يعرف او يعمل بوبار للناس، بعدها حتبقى لك اشكاليه انك حتمشي عشان تسدد دينك. لكن احنا لو مسكنا من جانب العباده نفسها، الاضحيه نفسها، الفرح الحقيقي بالنسبه لها، اتخيل لو كان الله سبحانه وتعالى ما فدى سيدنا اسماعيل بكبش، يمكن ما كنت انا قاعد، كان الدور علي انا او كان الدور عليك انت، لكن صح. سبحان الله تعالى، الله سبحانه وتعالى شنو فدى سيدنا ابراهيم بكبش، وبعد ذاك بقت زي ما قلت لك قبل، هي غمه بتاعت امتياز بشري، الجانب بتاع الفداء الاضحيه. فالله سبحانه وتعالى اوكي لقى صدق سيدنا ابراهيم وصدق سيدنا اسماعيل في اظهار حبهم واظهار تعاطهم، فداهم بالكبش، لانه ما كان الاصل انه الله سبحانه وتعالى ما بيعمل حاجه باللحمه ولا بالدماء البهائم، فهي بالنسبه لنا. طيب في يوم من الايام كانت مناسبات الاعراس بتاخذ شهر قبل المناسبه وثلاثه يوم ده يوم المناسبه وشهر بعد المناسبه. طيب الكلام ده انتهى كده ايه من الدنيا ايوه يعني كان حتى الختان كان ايوه طقوس بالنسبه للناس هو زيه زي العرس واحد من المناسبه. هل العيد نفس الشيء؟ انا داير اسال يا عبد الرحمن، انت الحاجه دي ما حضرتها ولا شيء؟ والله ما حضرتها، شيء غريب. السؤال، هل الفرح بيتغير مع تغير الزمن شكلا ولا قصدك شنو؟ طبعا هو طبعا هو يعني الان التفاصيل دي كلها الناس شذبتها يعني وانتهت منها. طيب هو الفرح بيظل هو الفرح، لكن بيبقى شكل التعبير عن الفرح هو اللي ممكن يختلف. يعني الليله في زول لما يكون فرحان بينطط، في زول لما يكون فرحان بيضحك، في زول لما يكون فرحان بيبتسم فقط، مش كده؟ بيبقى احنا الفرح هو زي ما هو كانفعال كتعبير كشيء جوانا هو موجود، لكن بيبقى بعد ذاك تعبيرنا عن الفرح ده هو ممكن بعد ذاك يتاثر بالثقافه، ممكن يتاثر بالمجتمع، ممكن يتاثر باللحظه. انا جيت خاشي كنت مبسوط شديد، لكن لاحظت عبد الرحمن كان حزنان في اللحظه دي، حمل شنو؟ ما حكون فرحان لسه، حكون اكبت الاحساس او الانفعال بالفرح. فبيبقى ان الفرح الحقيقي الفرح هو زي ما هو، لكن بيبقى التعبير هو اللي بيتغير نتيجة للحاجات اللي حوالينا او حتى نتيجة لافكارنا احنا ذاتنا يعني. ولو انا قمت غيرت نفسي عن طريق افكاري انه والله خلينا افرح، ليش يا اخي؟ ما في حاجة تخليني افرح. لا انا ما فصلت انه والله يا اخي دي مرحلة، العيد ده ما مرحلة جاد. يوم امس اللي انا كنت شغال وكنت تعبان في ده كان يوم فاد، وده الليلة يوم براه ويوم للعيد، دي لحظة مفروض انا عايشها. كلام جميل. طيب استاذ عمر، في بعض البيوت بيتمتع بروح الديمقراطية في اتخاذات القرارات الترفيهية، سواء كان لاختيار المنتزهات، اختيار الزيارات إلى آخره. كيف يمكن أن تشكل هذا عاملا لإسعاد وفرح بعض من أشخاص أو أفراد الأسرة؟ طيب هي الحتة دي تبقى كيف، لو قمنا إحنا ربطنا الزيارات
والجانب الترفيه اللي حنقوم به بالاستكشاف، انه والله يا اخي الاطفال بيحبوا الاستكشاف، افراد الاسره حتى احنا ناس الكبار نستكشف حاجات جديده بنكون فرحانين. خلونا احنا والله يا اخي القصد من الزيارات حتى لو كانت اسريه، القصد من جانب الترفيه للاماكن خلوها تبقى يعني نقطه بتاعت الاستكشاف. ده جانب نقوم نربط الحاجه دي بمهاره من مهارات افراد الاسره. والله يا اخي احنا الليله في البيت 5، طيب مارقين لرحله ترفيهيه ماشيين زياره، طيب نشوف منو اللي بيقدر يقود الرحله دي، الزول اللي عنده ميول في الحته اللي احنا ماشيين او للجانب اللي احنا دارين نقدوه، نقوم نربط الشخص ده نخليه هو يقود الرحله دي بتفاصيله وباشياء يعني اختيار الحديقه. ايوه من اختيار الحديقه او المكان اللي احنا ماشيين نزوره وحنستفيد شنو. فلما نبدا احنا ننمي الحاجات دي في افراد الاسره سواء كانوا الاطفال الصغار او حتى ذات الشباب بقيادتهم هم، فبنبدا احنا ننمي مهاراتهم. في مهارات ممكن تكون متعلقه بالقياده، في مهارات ممكن تكون بالتعبير، يعني احنا ممكن نمشي حته جميله ما نقدر نلاحظ لحاجات لكن واحد يلاحظ لها يقدر يعبر. فبيبقى احنا نربط الزيارات الترفيهيه او الترفيه بمهارات الافراد وميولهم ونخليهم هم يقودوا لنا الحاجه دي عشان تبقى لنا حاجه بتاعت الاستكشاف لقدام وننمي الايجابي فيه وننمي الجانب الايجابي فيها. ايوه فهنا الناس كلها بتكون مشاركه في الحاجه، ما بتكون يعني من شخص واحد. يعني الليله مركنا خلاص حنمشي، والله يا اخي محتاجين لفطور، محتاجين لحلاوه، محتاجين نفرش، محتاجين خدنا الاحتياجات دي لكن اتغادينا عن المغزى او الشيء ممكن نطلع به من الترفيه. بالرغم احنا الطلعه بالرغم انه الطلعه ممكن هي تدينا جانب بتاع استرخاء اذا حققت مقاصدها، ممكن الناس تكون مسترخيه بعد فتره بتاعت شد، فتره بتاعت طاقه سلبيه، الناس تكون اتخلصت منها. جميل، كلام جميل. يمكن دي يمكن دي عباره عن اتخاذ قرارات ترفيهيه سواء كان في اختيار الحديقه او اختيار الزيارات او اختيار الى اخره. اي الاب بيعمل الكلام ده او بدي بيخلي يكون في روح من نوع الديمقراطيه في البيت نسبة لانه هو بيرجو نتائج معينة بالضبط كده او بيعايز يشوف نتائج معينة في اولاده. ما هي التوقعات؟ طيب واحدة من التوقعات انا لو جيت انا ماشي زيارة كأب او كسيد للأسرة، يعني واحدة من الحاجات المهمة شديد خلونا احنا واحنا ماشيين، هل الرحلة دي اللي احنا ماشيين دارين نسترخي؟ الهدف منها الاسترخاء؟ لا والله عندنا واحد من الشباب في الاسره او الاطفال في حاله مزاجيه كعبه ماشيين احنا نغير جو للشخص ده فعلا. لا والله احنا عندنا موضوع دارين نتخذ فيه قرار والقعده في البيت حتكون صعبه. طيب لازم انا احدد الهدف والغرض من الرحله. فكده بنقدر احنا نحصل على توقعات جميله. في العيد دائما بتاخذ جانب انه ماشيين نفرح بالعيد، يعني ده الشيء بيكون سائد من منطلق الفرح بالعيد. طيب احنا بنتكلم على كهدف بالنسبه اذا كان بالنسبه للعيد هي هو يعني مظهر من مظاهر العيد، يعني الزياره حتبقى مظهر من مظاهر العيد وتبقى هي زي الثقافه او زي الحاجه الاجتماعيه احنا بنمارسها. يا استاذ عمر انا يمكن اضافه بسيطه في روح الديمقراطيه في اتخاذ القرارات. يا خليل بعض الاسر يعني صراحه انا بحترم الاسر دي جدا كونه تدي الفرصه لابنائها الصغار انهم يختاروا او يتخذوا قرارات بنفسها. بمعنى انه تقول لي كيف انه انا الان خليل عنده اولاد صغار وانا كاسره عندي اولاد صغار، انا بخليك انت تزول الاجابه وانا ازول الكعب. الان انا اولادي لما يقول اخ عبد الرحمن عايزين نمشي مثلا منتزه، انا بختار المنتزه. والله انا بوديكم الحته الفلانيه عشان والله العاب سمحه، العاب رخيصه، العاب. هو حتى ايصال المعلومه ممكن يكون بطريقه مختلفه، يعني انا ممكن اوصل لهم يا اخي لا بدل ما نمشي الحته الفلانيه نمشي عندهم خيارات يعني. نعم عندهم خيارات لمكان اخر. وابين ايجابيات المكان الاخر واوضح انه والله يا اخي للسبب الفلاني احنا حنمشي الحته الفلانيه. ايوه تبين لي الاسباب وتوريه اشياء كثيره جدا ممكن تساعد الواحد انه شنو؟ يعني يمشي لاخر. انا يمكن قصه بسيطه جدا في اتخاذ القرارات والحياه بتاعت الديمقراطيه، عندنا واحد كان معنا ضيف قبل كم يوم فكان بيتكلم معي بيقول لي يا عبد الرحمن انا عندي ولد الصغير ده امه كانت بتشتكي دائما بتقول لي يا اخي والله انا ده عذبني في اختيار الملابس، يعني قدر ما يقول لي ملابس ما بيختار، يعني ما بيلبس وبيتضايق يقول انا ما داير. عنده حاجه معينه في ذهنه. فقام قال لي يا اخي لما تغير طريقه التعامل معاه الاسلوب بحيث انه او طريقه الاسلوب او الاسلوب بحيث انه تجيب له
ما يعني ملابس اللي انت جايبها ولا ادخل تلمع ولبسه ثانيه تخلي هو اللي يختار واحد من الملابس. ايوه فلما اختار بدت الحكايه تمشي عليه وبقى شنو بحيث انه هو عايز يختار بقدرته بإرادته هو. بقت الحكايه ماشيه. في مساله مهمه جدا اللي هي انه نحن ندرك انه هذا الطفل هو عنده شخصيته القائمه بها عنده ايوه عنده تفاصيله الخاصه بها عنده خياراته اللي ممكن يتنقل فيها. برضه هو الكلام ده لكن خلينا نخط الحياه دي ووفق مقدراته مش كده؟ ايوه ما انا الليله بعد مرات الطفل لما يجي يشيل لي حاجه ثقيله بقوم جاري عليه بخاف عليه مش كده؟ اكيد نفس المقدرات دي في مقدرات معنويه القدره على التمييز، القدره على التوسط، هل الطفل بيقدر يميز؟ اذا كان بيقدر يميز انا بديه حريه اكثر بديه فرصه اكثر. طيب جميل. طيب احنا ما باقي لنا زمن كثير استاذنا عمر خضر موسى. عايزين ناخذ مهارات عمليه الان تدينا بعض الاشارات فيما يختص بصناعه الفرح واشاعه الفرح والاستفاده من فتره العيد اللي احنا داخلين عليه ان شاء الله. طيب خلونا احنا نزين البيوت. احنا بننظف لكن ما بنبدا في عمليه الزينه. الزينة للبيوت بحاجات بسيطة جدا جدا ما دارين حاجات تكون كبيرة. خلونا نبدأ بإدخال الخضرة داخل المنازل في الصالة في البرندة. خلونا احنا نبدأ نتبادل الغشات النكات البسيطة. خلونا احنا نبدأ الليلة امشي احفظ لي اغنية عشان بكرة والله دار اقوم اغنيها لناس البيت. احنا ضبحنا وجينا خلاص قبل الفطور او بعد الفطور يا جماعة انا والله يا اخي عندي لكم حاجة أجمع الناس أغني لهم الأغنية دي عشان خاطرهم هم. فدي بتبقى لي عملية بتاع التغيير وحاجات بسيطة ما بتكون مكلفة. إحنا بعض مرات لما نقول دارين نسعد الناس رابطين الفرح بالحاجات المادية بالحاجات الكثيرة فلا هي بتبدأ الحاجات بحاجات هي بسيطة جدا جدا وربنا يوفقنا فيها. في ناس بيشتغلوا بالجلسات الأسرية كثير وانا يعني اتذكر واحد برضو من الاخوه الكرام انه من فتره بعيده جدا يعني من زمن طويل عندهم حاجه ثابته كل يوم جمعه قراءه سوره الكهف كلهم كل افراد الاسره يختموا تقريبا جزء من القران في يعني حاجات كده بيحددوها طيب ملتزمين بها تماما يعني حتى اذا الاول ام والاخوان الكبار ما فيشين في يوم الجمعه دي الصغار بيقوموا بالمساله بقت عاده في الاسره. ممتاز. هو طبعا زي ما احنا قبيل وكنت قلنا نغير الروتين هي نفس الفكره هي بتمشي معانا في جانب. بعدين في حاجه مهمه شديد خلونا احنا نفكر في الانشراح احنا نكون مشرحين خلونا نفكر في راحه البال خلونا نفكر في ان نكون عايشين في صفاء لانه احنا بنقول للناس فرح معناتها دارين ضحك ودارين حيصه ودارين لا احنا دارين جانب الانشراح صدورنا تكون منشرحه يا سلام يكون في صفاء بينات الناس ويكون في راحه بتاعت بال ما انا اجي البيت اكون هامي انه يا اخي الليله حيقول لي يا اخي محتاجين كده او لا خلونا نعيش كده تقريبا دي السعاده ذاتها يعني السعاده انك تعيش مطمئن في الدنيا ومدخل الجنه في الاخره بالضبط كده. كلام جميل. سؤال اخير استاذ عمر خضر موسى كيف اربي واغرز قيم السعاده او قيم العيد السمحه في اطفالنا؟ طيب واحدة من القيم اللي هسه احنا في العيد ده بالذات ممكن احنا نبدا بها القيمة بتاعت العطاء. العطاء ايوه خلونا احنا نبدا مع الاطفال نديهم حاجة وهم يطلعوا من الحاجة دي ذاته ليه؟ للاطفال التانيين نشاركهم في توزيع اللحمة للناس المساكين هم ذاتهم يمشوا يبدوا يوزعوا هم يمدوا الحاجة انا امشي معاه وديه هو واخليه هو يمد الحياة دي. العطاء الادخار واحدة من الحاجات اللي احنا بنعاني منها احنا من صغار لو ربينا على الادخار برضو ما ادخار للحمة لكن دي من القيم اللي احنا الهدايا اللي بتجيه ما يقوم كلها يستخدمها في اليوم ده لا لازم يخلي نعلم انه يدخر جزء من الحاجات فدي برضو قيمة احنا لو قدرنا علمناها له بتكون كويسة. التسامح دي برضو من القيم المهمة والضرورية كيف احنا نخليه يقدر يسامح الناس التانيين يقدر يحس بالناس التانيين برضو جانب القيمة بتاعت الاهتمام بالآخرين ملاحظة شعورهم ملاحظة حياتهم دي برضو قيمة من الحاجات اللي أنا الليلة أو بكرة وأنا قاعد مع الأطفال أنا أديه بالراحة تعال يا فلان شوف فلان وفلان وفلان شوف المرتاح منه منه وشوف الماما مرتاح منه منه والله بيجيك قال لك كلهم مرتاحين الحمد لله قال لك يا أخي فلان ما مرتاح ما مبسوط
طيب عشان تضحك وعشان تبسطه هتمشي تعمل ليش نو؟ ابدا افكر اخليه هو يمشي يبادر ويبدا يدخل الفرح في الناس التانيين بدل ما هو يكون قاعد ساعد. جميل، احنا سعدنا بك جدا الحقيقه استاذ عمر خضر موسى، ونتمنى ان يكون الفرح الحقيقي هو السائد بيننا ان شاء الله. ان شاء الله سبحانه وتعالى، ونتمنى العيد ده يكون هو فرصه بالنسبه للمسؤولين للغاده بتاعنا الدول لكل الناس في الامصار وفي الاسر انه ينتهزوا الفرصه بتاعت العيد دي لبادره جديده لفرح جديد ينتشر في العالم لسلام يعم الاسر كلها ان شاء الله سبحانه وتعالى. ربنا يبارك لنا ويوفق لنا ويوفق لنا في عيدنا ان شاء الله. كل عام وانت بخير. وانت بخير ان شاء الله. ربنا يحقق كل الاماني. استاذنا عمر خضر موسى مدرب التنميه البشريه في عنوان حلقه الفقره الفرحه الحقيقيه للعيد وفقره مزيدا من الحب. يمكن تناولنا الفرحة الحقيقية، بعض المهارات اللي ممكن تساعدنا في زرع الفرحة الحقيقية في كل الأشخاص اللي حوالينا خاصة أفراد الأسرة. وأعرفك يا خليل عايز تضيف حاجة فتفضل عشان ما أقول حرمت منك حاجة. أنا والله أقول لك حاجة، يعني نحن مسؤولين أنه نعمل فرح أو غير الفرح بالمناسبة، وبيدنا الحاجة دي. فالفرح هو بيخلينا نحن عايشين مطمئنين، عايشين سعيدين، وحاسين بيومنا وحاسين بقيمة زمننا البنتيح للأسرة. فبتبقى دي مسألة غاية في الأهمية، إنه نحن ننتهز فترة العيد وفرصة العيد في إنه نشعر بالفرح، وكمان نخلي أبنائنا يشعروا بنفس الإحساس إن شاء الله تعالى. شاكرين لك جدا أستاذنا عمر خضر موسى، شكرا على إطلالتك الجميلة معنا في مزيد من الحب. عسى ولعل أن احنا نلتقي إن شاء الله تعالى بعد العيد في فقرات أكيد منوعة إن شاء الله ومواضيع مختلفة بإذن الله. شكرا لكم وكل عام أنتم بخير إن شاء الله. وانت بألف خير.